في التوقيت المحلي إلى 11:15. وتبلغ الحرارة من خارج 16 درجة مئوية. يرجى منكم البقاء جالسين في مقاعدكم وإبقاء حنطتكم مربوطة إلى حين توقف الطائرة بشكل كامل وإطفاء إشارة ربط الأحزمة. كما يرجى الانتباه عند فتح الصدمات العلوية، وذلك احتمال تحرك أمتعة اليد أثناء الرحلة مما يؤدي إلى سقوطها والتسبب في إصابات. وقبل مغادرة الطائرة يرجى التأكد من أخذ جميع أغراضكم الشخصية معكم، كما بإمكانكم الآن استخدام هواتفكم الجوالة. ونود تسجيل